السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحصة إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا مفهوم اتصال دالة عددية. اتصال دالة عددية في نقطة، واتصال دالة على اليمين وعلى اليسار في نقطة. إذن اتصال دالة عددية، فممكن نقول اتصال يعني شيء متصل، مثلا مستقيم متصل يعني، أو خط متصل، العكس ديالو خط متقطع. إذن دالة متصلة يعني هي واحد الدالة كنرسمو المنحنى ديالها بدون رفع القلم، هذا دالة متصلة، منحنى دالة متصلة. دالة غير متصلة إذا كاين واحد التقطع في المنحنى ديالها. إذا ناخدو الشكلين التاليين، إذا ناخدين هذا الشكل، هذا عندنا واحد المنحنى كنلاحظو فيه واحد التقطع في نقطة واحدة. في هذه الحالة كنقول بأن الدالة F غير متصلة غير في هذه النقطة، هذه يعني غير متصلة في النقطة التي أفصلها X0. كذلك في المنحنى الثاني عندنا تقطع، عندنا جزئين، عندنا الجزء الأول والجزء الثاني، يعني تقطع فقط في النقطة التي أفصلها A. إذا كنقول بأن F غير متصلة في A، أو غير متصلة في النقطة التي أفصلها A، يعني نفس التعبير. كتعريف، لتكون F دالة معرفة على مجال مفتوح E و X0 عنصرا من E. إذن دائما الاتصال تندرسه في نقط تنتمي إلى مجموعة التعريف. F متصلة في X0 يكافئ ليميت ديال F في X0 يساوي F ديال X0. إذن باش ندرسو الاتصال في دالة كنحسبو النهاية ديال الدالة في X0 وكنقارنوه مع الصورة ديال X0. إذا ناخدو أمثلة. إذا أدرس اتصال الدالة F في X0، F لX يساوي X مربع زائد واحد. إذا X0 في هذه الحالة هي صفر. إذا أول حاجة غنحسبو F ديال صفر، إذا كنعوضو X بصفر. إذا جينا صفر مربع زائد واحد أي واحد. من بعد نحسبو الليميت ديال F ديال X في الصفر، إذا هو الليميت ديال X مربع زائد واحد في الصفر. إذا كنعوضو غيجينا صفر زائد واحد أي واحد. إذا لقينا الليميت ديال F ديال X في الصفر كيساوي لنا F ديال صفر، وبالتالي F متصلة في صفر. الحالة الثانية بنفس الطريقة، عندنا جي د واحد، إذا غنحسبو غي ليميت ديال جي ديال إكس. إذا حنا غندرسو الاتصال في واحد، إذا هي ليميت ديال إكس مربع ناقص واحد على إكس ناقص واحد. إذا إلا عوضنا فغيجينا واحد مربع هي واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، أي غيجينا صفر على صفر، وهذا الشكل غير محدد. إذا لا يمكن حساب النهاية مباشرة، إذا ناقصنا نحاولو نعملو. إذا الليميت عندنا متطابقة هامة في البسط، إذا إكس مربع ناقص واحد مربع يمكن لي نكتب على شكل إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد على x ناقص واحد. إذا كنختزلو x ناقص واحد كيبقى لينا الليميت ديال x زائد واحد في الواحد. إذا كنعوضو x بواحد هي واحد زائد واحد أي يساوي جوج. إذا هنا لقينا بأنه بأن الليميت ديال جي ديال إكس في الواحد تخالف جي د واحد، لأن الليميت لقينا كتساوي لنا جوج وجي د واحد كتساوي تلاتة. إذا النتيجة جي غير متصلة في واحد. الآن دابا ناخدو الدالة إف ديال إكس اللي كتساوي جذر إكس ناقص واحد. إذا هاد الدالة هادي إلى لقينا، الا بغينا نحددو مجموعة التعريف ديالها، فغتكون هي اكس كتنتمي لار. هنا عندنا الجذر، اذا اكس ناقص جوج
أكبر أو يساوي صفر، يعني إكس أكبر أو يساوي جوج. إذن مجموعة التعريف غتكون هي جوج زائد لا نهاية. إذن هنا إلا بغينا ندرسو الإتصال في جوج، فهنا ميمكنليش ندير الليميت، نحسب الليميت ديال إف دي إكس، إكس يؤول إلى جوج. علاش؟ لأن ملي كنقولو حنا إكس يؤول إلى جوج راه كيقرب من جوج، فراه ممكن يكون كيساوي جوج فاصلة أو أقل من جوج، ولكن حنا في مجموعة التعريف عندنا إكس أكبر أو يساوي جوج. إذن هنا إلا بغينا نحسبو الليميت غنحسبو الليميت في جوج، ولكن إكس أكبر من جوج. إذن هنا إلا شلنا في هذا المنحنى هذا فالدالة، فإلا بغينا ندرسو الإتصال في جوج كندرسو الإتصال على اليمين في العدد جوج. إذن إلا خدينا مثلا هذا المنحنى في إكس زيرو، كنلقاو بأن المنحنى متصل في إكس زيرو فقط على اليمين، وعلى اليسار عندنا غير متصل. إذن لدراسة اتصال دالة إف أو لدالة معينة على اليمين، إذن إف متصل على اليمين في إكس زيرو، تكافئ أن الليميت إف عندما يؤول إكس إلى إكس زيرو على اليمين، يعني إكس أكبر من إكس زيرو، يساوي إف ديال إكس زيرو. إذن بنفس الطريقة كندرسو الإتصال، فقط هنا كيكون عندنا الليميت النهاية على اليمين. إذن ناخد واحد الحالة، إذا غادي ندرسو الإتصال في واحد على اليمين، إذن إف ديال واحد هي الجذر ديال واحد ناقص واحد زائد واحد، أي صفر زائد واحد أي واحد. الليميت ديال إف إكس يؤول إلى واحد على اليمين، إذا كيساوي لنا الليميت ديال الجذر إكس ناقص واحد زائد إكس، إذا على اليمين يمكن لي نكتب واحد زائد. إذا كنعوضو كيجينا الجذر ديال واحد ناقص واحد زائد واحد أي يساوي واحد. إذا عندنا الليميت ديال إف إكس يؤول إلى واحد على اليمين كيساوي إف ديال واحد. إذا النتيجة إف متصلة في واحد على اليمين. إذا كما كاين الإتصال على اليمين فكاين الإتصال على اليسار. إذا في هذه الحالة مثلا فعندنا إف متصلة أو هاد الدالة هذه متصلة في إكس زيرو ولكن على اليسار، على اليمين عندنا واحد طرو يعني الدالة غير متصلة. إذا بحال هاد الدالة هذه مثلا ميمكنش ندرس الإتصال على اليمين، فقط كندرسو على اليسار. علاش؟ لأن مجموعة التعريف ديالها كتكون معرفة فقط على اليمين في العدد واحد. إذا مجموعة التعريف غتكون هي ناقص لا نهاية واحد، وبالتالي هنا كندرسو فقط الإتصال على اليسار. إذا إف متصلة على اليسار في إكس زيرو تكافئ أن الليميت إف إكس يؤول إلى إكس زيرو إكس أكبر من إكس زيرو كيساوي لنا إف ديال إكس زيرو. ناخدو تمرين تطبيقي، إذا غادي ندرسو الإتصال في تلاتة على اليسار، إذا كنحسبو جي ديال تلاتة، إذا هي تلاتة زائد الجذر ديال تلاتة كنعوضو إكس بتلاتة، إذا تساوي لنا تلاتة. كذلك الليميت ديال جيت إكس، إكس يؤول إلى تلاتة و إكس أصغر من تلاتة، إذا هو الليميت ديال إكس زائد الجذر تلاتة ناقص إكس، إكس يؤول إلى تلاتة، كيمكن لي نكتب تلاتة ناقص تعويض، إذا تلاتة زائد الجذر ديال تلاتة ناقص تلاتة أي يساوي تلاتة. إذا لقينا بأنه الليميت ديال جي ديال إكس في تلاتة على اليسار كيساوي لنا جي ديال تلاتة. إذا جي متصلة على اليسار في تلاتة. إذا كخلاصة، إف متصل على اليمين في إكس زيرو يكافئ أن الليميت إف
عندما يؤول x إلى x0 على اليمين كيساوي لنا f ديال x0، ونفس الشيء بالنسبة للاتصال على اليسار. إذا f متصلة في x0 يكافي أن f متصلة على اليمين وعلى اليسار. إذا نمر إلى المثال التالي. السؤال يقول أدرس اتصال f في 1. إذا هنا باش ندرسو الاتصال f في 1 خصني ندرس الاتصال على اليمين وعلى اليسار. إذا غادي نحسبو f ديال 1. إذا f ديال 1 حنا عندنا دالة معرفة بأجزاء، إذا هذا الجزء الأول وهذا الثاني. إذا باش نحسبو f ديال 1 غنشوف هنا الواحد فين كاينه، واش في الجزء الأول ولا في الثاني. إذا هنا عندنا x أكبر أو يساوي 1، هنا أصغر قطعا من 1. إذا غنحسب f ديال 1 في الجزء الأول. إذا f ديال 1 غادي نعوض في هاد الدالة، هي 1 ناقص 1 هي 0. إذا دابا غادي نحسبو الليميت ديال f x يؤول إلى 1 على اليمين. إذا هي الليميت، إذا 1 على اليمين يعني كنستعمل الجزء الأول. إذا الليميت ديال x ناقص 1 x يؤول إلى 1 بلس. إذا التعويض 1 ناقص 1 أي 0. إذا لقينا بأن الليميت ديال f x إلى 1 بلس كتساوي f ديال 1. إذا هنا راه f متصلة في 1 على اليمين. إذا نحسبو كذلك الليميت ديال f x إلى 1 ناقص، يعني x أصغر من 1. إذا الليميت ديال x مربع أو x ناقص 1 مربع زائد 2 x يؤول إلى 1 ناقص. إذا عند التعويض غيجينا 1 ناقص 1 مربع زائد 2. إذا هذا خصنا 0 كيبقى 2. إذا لقينا الليميت ديال f دو x x يؤول إلى 1 ناقص تخالف f ديال 1 اللي كتساوي لنا 0. إذا f غير متصلة على اليسار في 1، ولكن حنا كنقلبو على الاتصال في 1. إذا بما أن الليميت ديال f دو x x يؤول إلى 1 زائد تخالف الليميت ديال f دو x x يؤول إلى 1 ناقص، يعني هنا الدالة ليس لها نهاية في الواحد. كذلك بما أنها غير متصلة على اليسار فالدالة غير متصلة في العدد 1. إذن f غير متصلة في 1.